Thank you for listening to the Beginner Institute podcast. Please join us on Facebook at facebook.com/Beginner Institute, or you can join our email list at http://Beginner.com and share these recordings with your family and friends. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون أيها المسلمون الكرام أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل في هذه الخطبة أريد أن أشارككم بعض التأملات من الآيات الكريمة التي قرأتها للتو ولكن قبل ذلك إليكم شيئا من قصة حياتي فهي متعلقة بكلامنا عن تلك الآيات كما سترون إن شاء الله أنا نفسي قضيت جل طفولتي في بلاد المسلمين انتقل أبي إلى أمريكا معنا بسبب العمل في سنة 1993 وكنت حينها في 14 من عمري انتقلنا إلى مدينة نيويورك والتحقت بمدرسة ثانوية حكومية نسميها Public School كنت منزعجا ومندهشا منذ اليوم الأول من المدرسة أنا لم أجرب فصلا دراسيا فيه شباب وشابات في نفس الوقت ولا تسألوني عن لباسهن قلت لنفسي إن هؤلاء ليس لهم دين ولا حياء ولا احترام للعلم ولا للأساتذة
كنت أكره في البداية الذهاب إلى المدرسة، كلام زملائي وعاداتهم ولباسهم وتصرفاتهم وصحبتهم واختلاطهم مع الفتيات، ولكن بعد 6 أشهر بدأت أشعر بأن كل هذا شيء طبيعي وليس فيه مانع. صادقت هؤلاء وأصبحت مثلهم، أحببت ما أحبوا وكرهت ما كرهوا، تركت الصلاة تماما، وأتذكر أنه لم يكن لدي ولا صديق واحد مسلم. هناك حكمة عند العرب تقول: الوحدة خير من جليس السوء، والرسول صلى الله عليه وسلم صور لنا تصويرا في منتهى الحكمة والجمال حينما قارن بين الصحبة الصالحة والتي هي غير ذلك في حديثه المبارك: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه البخاري عن أبي الموسى الأشعري رضي الله عنه. لم أتلذذ بحرية التصرف قط في حياتي مثل ما جربته في شبابي هنا في أمريكا. قلما خطر في بالي أن ما أفعله لا يناسب المسلم، وأن الجو الذي كنت فيه هو شر كله، ولكن النفس أمارة بالسوء. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جعل سبحانه وتعالى علاقة بين كوننا متقين وكوننا مع الصادقين، وكأن الطريق التي توصلك إلى تقوى الله مصاحبتك للصادقين. ومن جهة لغوية يقول بعض المفسرين إن حرف العطف الواو بين الأمرين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عطف بيان، إذن كأنه يبين منهج تنفيذ أمره بالتقوى بكوننا مع الصادقين. فمن هم الصادقون؟ حينما أتأمل جاهلية الماضية أتحقق أنه لم يكن في حياتي صديق صادق، فبالطبع ما كنت عليه كان مخالفا لتراثي وتوقعات أهلي، فنتيجة لذلك كونت لنفسي شخصيتين: شخصية عرفها أهلي، وشخصية أخرى خارج البيت عرفها أصدقائي. وأقول لكم بلا شيء من الارتياب، هذه حقيقة عدد غير قليل من شباب المسلمين اليوم، والآباء يكتشفون الشخصية الثانية أخيرا ويندهشون كأنهم لا يعرفون من هو أمامهم، كيف يتكلم إليهم بعدم الاحترام، كيف يغضب على أمه، كيف يتصرف بهذا الأسلوب المفاجئ. يعبر ربنا عن هذه الحالة المحزنة في عائلة مؤمنة بقوله سبحانه وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. اللهم لا تجعلنا ولا أولادنا من الخاسرين. إضافة إلى الصحبة غير الصالحة التي وضعت نفسي فيها، بدأت أيام الجامعة وتشوقت إلى أن ألتحق بفصول الفلسفة والأديان المقارنة. هذه الفصول جعلتني أشك في صدق دين الله. تربيت كمسلم عادي، لم أحصل على تعليم خاص في الدين، تعلمنا الصلاة وبعض السور والأذكار وقليلا من أحكام الطهارة والأكل لا غير. لم أتعلم من المدارس الإسلامية ولا من البيت كيف يجيب الإسلام على تناقضات الفلسفة الجديدة والاستشراق. وحينما تعرفت على هذه التناقضات في الجامعة تأثرت بها تأثرا شديدا. هذه التناقضات لم تكن مؤثرة بنفسها، بل إذا أضفت إليها البعد عن الإسلام والجو الإسلامي ثم الأصدقاء الذين عندهم الدين شيء مضحك، فإذا ليس من المدهش أني وجدتها مقنعة، وفيها وجدت عذرا عقليا منطقيا لعدم التزامي بالدين. فإن الأديان في الدراسات الجامعية هنا في أمريكا ومنها خاصة الإسلام يعتبر ضد ترقي الحضارة الإنسانية، والذين يلتزمون بها فأذهانهم مغلقة وتفكيرهم سطحي. أضف إلى كل ذلك التحقت بفصل اسمه Comparative Literature، الأدب المقارن، وفيها قرأنا شيئا من الكتاب المقدس ومن أفلاطون وأرسطو وأيضا القرآن الكريم. هذه اللقطات كانت ترجمات إنجليزية.
أعطانا الأستاذ للفصل مشروعا كان علينا أن نقارن قصة يوسف عليه السلام من القرآن مع قصته في الكتاب المقدس. حين ذاك لم أعرف العربية واعتمدت على الترجمة فقط للمشروع، فلم أجد في الترجمة القرآنية ما يثير إعجابي، بل سألت أنا أسئلة تناقضية عن أسلوب القصة. أين ذكر الأم؟ لماذا هذا الاختصار؟ كيف يدعي القرآن في هذه القصة التي لا أرى فيها ما يجعلني منبهرا أنها أحسن القصص؟ لا أطيل في قصتي، فقد سأذكر بصراحة أنني رزقت بصديق صادق أراني طريق التوبة، وبه تعرفت على عينات جيدة من الشباب المسلمين، وقد جربت بحمد الله حكمة قول رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ما يهمنا لهذه الخطبة أنه جاء رمضان، وجلست في مسلسل حلقات قرآنية بعد صلوات التراويح يوميا. الهدف من السلسلة كان تفسيرا مختصرا للقرآن الكريم باللغة الأردية، وهي بالنسبة لي لغة الأم. شاركت في الحلقات واستغربت استغرابا عظيما حينما اكتشفت أن القرآن الكريم أجاب على كل أسئلتي الفلسفية نفسه. الأستاذ يقدم حلقات التفسير وهو لا يعرفني، وكأنه حضر حلقاته بعد مطالعة مشكلاتي الفلسفية خاصة وبالتحديد. وحيث بلغنا سورة يوسف، وأبرز الأستاذ حفظه الله بعض جواهر البلاغة والحكمة منها، تحققت أن هذه كانت أول مرة في حياتي تعرفت على القرآن. أثناء ذلك الشهر شعرت لأول مرة أن القرآن يخاطبني، فإن ليس مجرد كتاب ديني ككتب الأديان الأخرى، فهو الحل لمشاكل الأولين ولكل ما يعاني منه المعاصرون. لم أعرف العربية، ولكن تحسست جاذبية القرآن الكريم حتى في الترجمة. قررت ذلك الشهر تعلم العربية، ودعوت ربي أن يجعل لي سبيلا إلى هذا العلم. ولله الحمد، لقد وعدنا نصرته في هذا، حيث يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكلما ازددت معرفة باللغة العربية وفهما للقرآن الكريم، كثرت قناعتي وثقتي بإعجازه وكماله. أنا ما زلت طالبا للغة العربية، وربما سأبقى طالبا لها وللقرآن الكريم طول حياتي إن شاء الله، والله المستعان. يبقى السؤال: لماذا شاركتكم كل هذا، وما علاقة هذه القصة مع الآيات التي قرأتها لكم في بداية الخطبة؟ أولادنا في أمريكا لا يتربون كما تربيتم أنتم في بلادكم. ليس من المعقول أن نطمئن أن لهم اسما مسلما ولهم علاقة بالتراث الإسلامي. الكثير منهم كما حدث للأجيال المتعاقبة لبني إسرائيل يعانون من شك وريب في صحة الإسلام، وإن الذين أورثوا الكتاب من قبلهم لفي شك منه مريب. أولادنا لغتهم مختلفة، أسلوب حياتهم مختلف، ما يعتبرونه منسبجا مع عقليتهم يختلف عما اعتاده آباؤهم. علينا أن نحترم ذلك، وعلينا أن نعرفهم بالقرآن الكريم بأسلوب يناسبهم ويؤثر عليهم. القرآن حق هو بنفسه دليل كافي، وهو بنفسه دليل كافي، ولكن كيف الوصول إلى هذا الهدف؟ قرأت لكم قول الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. وكأن أولئك الكفرة يطلبون ما يقنعهم بأن الرسول مرسل من الله، وهم يرون أن القرآن وحده ككتاب لا يكفي لإقناعهم. لماذا لا يرون شيئا مثل ما أوتي موسى وعيسى؟ القرآن يجيب على هذا التناقض بأسلوب في منتهى الثقة والقوة: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ماذا سيرسل رب العالمين لهداية الناس؟ هذا أمر ليس لأحد فيه شيء، حتى الرسل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإضافة، أعلن سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الكتاب كان كافيا، وأقول لكم أيها الإخوة والأخوات إنه ما زال كافيا. ولكن الفرق هو
هو أن القرآن قرئ على الناس من أحسن معلم في تاريخ الإنسانية ونزل في لغة سامعيه ففهموا دعوته وأعجبوا بقوة بيانه وإن لم يؤمنوا به. أنتم تعرفون اهتمام رؤوس الجاهلية بسماع القرآن، أنتم تعرفون انبهار وليد بن مغيرة عند قراءة القرآن. لدينا آثار تاريخية تعلمنا أن الكفار قد بكوا حين سمعوا هذا الكلام، حتى الجن حينما سمعوه قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فأين نحن؟ من من شبابنا يسمع لهذا القرآن ويبكي؟ أولم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هل سمعتم الحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي لبيد رضي الله تعالى عنه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح علامة من علامات الساعة فقال ذاك عند ذهاب العلم. فتعجب ابن لبيد يقول وكيف يذهب العلم يا رسول الله ونحن قرأنا القرآن ونقرئ أبناءنا وأبناؤنا يقرئون أبناءهم. قبل أن أشارككم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جواب ثقيل على قلب المسلم، تأملوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينذرهم بذهاب القرآن بل بذهاب العلم. والصحابي الجليل فورا يسأل سؤاله لا عن العلم بل عن القرآن، لأنه يعرف أساس علم الإسلام. لو بقي علم القرآن كيف يذهب شيء من العلم؟ ويرى القرآن بنفسه العلم الأساسي. ها هم جيل القرآن رضي الله عنهم أجمعين. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا ابن لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منهما من شيء؟ ماذا تعلمنا؟ لو كان القرآن في أيدينا، لو شجعنا أولادنا أن يحفظوا بعض سوره، لو سمعنا لقراءته الجميلة في سياراتنا، هل هذا يكفي؟ كم من شاب يفهم القرآن المقروء عند الصلاة ويتدبره؟ ولو لم يقدر على التدبر أهذا أمر لا يهم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا أيها المسلمون الكرام، أذكركم وأذكر نفسي أننا لن تكون معنا أموالنا يوم القيامة ولا أولادنا، بل يطلب ربنا منا شيئا أثمن من ذلك وهو قلبنا السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو كانت القلوب مقفلة عند سماع هذا القرآن، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف نقول أننا أعددنا أنفسنا وأولادنا لهذا اللقاء؟ كنت أقول لكم أن أولادنا هم جزء من هذا المجتمع، يعني المجتمع الأمريكي، وذلك ليس شيئا سلبيا، يمكنهم أن يتأثروا بالقرآن كذلك. أنا متفائل أننا إن شاء الله سنرى هنا في أمريكا جيلا يحمل القرآن ويؤدي حقوقه مطابقا لوصية رسولنا صلى الله عليه وسلم حين يقول يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار، وافشوه وتغنوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. فعلينا أن نخطط تخطيطا عميقا حتى نصل هذه النتائج المثمرة. لا بد من التفاؤل، ولكن التفاؤل بنفسه لا يكفي. لو كانت الغلبة بالتمني لانقلبت أحوال الناس. نحتاج إلى خطة تأخذنا من خطوة إلى خطوة. لم يبقى إلا أن أعرض بعض الخطوات التي يجب أن نهتم بها، ونسأل الله التوفيق والنجاح والإخلاص في كل قول وعمل. نحتاج إلى أن نفهم مشاكل أبنائنا الشباب وأن نوفر لهم فرصا ليتواصلوا معنا بلا تردد عما يواجهونه من الفتن والمشاكل. نحتاج إلى برامج باللغة الإنجليزية تركز على دلائل إعجاز القرآن لتقوية إيمان الشباب. يجب أن تقدم هذه البرامج بأسلوب يناسب الفتية لينسجموا معها. نحتاج إلى إحياء لغة القرآن الكريم في أمريكا. لا بد من علاقة مباشرة بيننا وبين القرآن. كيف نتوقع من أحد أن يتدبر القرآن وهو لم يستلذ به إلا عبر حجاب الترجمة؟
أنا لا أطلب من الجالية العربية أن تترك اللغة العامية لأن ذلك مستحيل. لكن أيها المسلمون العرب، تذكروا أن لديكم نعمة يحلم بها باقي المسلمين مثلي، فاللغة كتاب الله لغة أمهاتكم. لا تتركوا الفصحى مهجورة، لا تشعروا بالسعادة كثيرا حين يمارس أبناؤكم الحديث بالعامية فقط، بل اهتموا بنحوهم وصرفهم كذلك. أنا أعرف هذا أمر، أن هذا أمر صعب، فربما المعهد الذي أمثله أنا يساعدكم على تطوير أولادكم في هذه المجالات. نحتاج إلى أن نشجع الشباب المتميزين المهتمين بالدراسة الإسلامية وبالدراسات الإسلامية، وأن نحضرهم كي يكونوا دعاة للإسلام ويصبح كل واحد منهم قدوة لإخوانهم. تعالوا نكمل عند نهاية هذه الخطبة، نكمل كلامنا عند الآيات الكريمة من سورة العنكبوت. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقد ذكرنا أن القرآن بنفسه كفى الناس إعجازا، فما هي بعض الفوائد لنهاية الآية إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون؟ نعرف أن القرآن فريد من نوعه، فهو يختلف عن الكتب السابقة من عدة نواحي. مثلا الرسالة شيء، والآية المعجزة التي يعطيها الله لرسول شيء آخر. على سبيل المثال، أعطي موسى عليه السلام معجزة العصا إضافة إلى التوراة، بينما القرآن بنفسه كرسالة وهو آية معجزة. لو كفر الناس بعد رؤية المعجزة لعجل الله نزول العذاب للكافرين بها. إن القرآن كان آية معجزة لا ترى بل تسمع، وهذا بنفسه يجعله فريدا من نوعه. ففي الآية إشارة حكيمة أن الله عز وجل لو أراهم آية ترى لعجل لهم العذاب، بل يعلمهم بكتابه، وهو معجز بما يكفي، فهو رحمة، وفي نفس الوقت يذكر من هو على طريقه للإيمان، فيقول إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وبنسبة قواعد اللغة، مما ذكره علماء التفسير في الآية، هناك فرق بين تعبير لقوم يؤمنون ولقوم مؤمنين. فهنا نجد لقوم يؤمنون، أما وصف مؤمنين باسم فاعل واستعمال الاسم يدل على الثبوت والدوام والكمال. أما إذا جاء فعل مضارع كصفة هنا في محل جر يدل على الحدوث والتجدد والمحاولة وعدم الكمال. فإذا يفيد التعبير أن إنزال القرآن رسالة ومعجزة، رحمة وذكرى خاصة لمن هو على طريقه للإيمان ولم يبلغ كماله، وحتى لم يبلغ كماله بعد. أيضا الفعل يشير إلى الإرادة وتقديره لقوم يريدون الإيمان. هذا يبين إذن أن من يجد القرآن غير كاف كدليل فهو أصلا لم يرد الإيمان، بل أراد أن يجد عذرا لكفره. ولو نزل شيء يرى لقال إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثم يقول سبحانه قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. فانظروا إلى تناسب الآيات الجميل، ما أرسله كفى وهو بنفسه كفى كشهيد بين الرسول والناس، لأنه شهيد على قولهم وعلى ما يسرون في قلوبهم من الإصرار على الكفر، فأخبرهم بأنه يعلم ما في السماوات والأرض، فكيف يخفى عنه سرهم القلبي. ثم يقول سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قارنوا قوله لقوم يؤمنون مع صيغة الماضي هنا والذين آمنوا بالباطل، المضارع يشمل ويحتمل معاني المستقبل كما هو معلوم. ففي الآية السابقة أمل، فالقرآن يكفي ليس فقط لمن قد آمن بل لمن سينظر فيه نظر التأمل الآن وفي المستقبل. أما هنا في قوله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، فقد ذهب سبحانه من العام إلى الخاص، فأخبرنا أولا أنه يعلم ما في السماوات والأرض، وثانيا أنه يعلم ما في قلوب هؤلاء المتناقضين، وهم قد تعمدوا الإيمان بالباطل والكفر بالله
قبل أن يسبعوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عن حالهم سبحانه بصيغة الماضي. الانتهاء من الآية أولئك هم الخاسرون هذه جملة اسمية، ونتعلم أن الجملة الاسمية في بلاغة العربية أقوى وأثبت وأدوم. فكيف كان الانتقال من الماضي إلى أسلوب الدوام؟ من ثمرات هذا الالتفات أن الله وصف خسرانهم بالخسران الدائم، القرار بالكفر شيء ماض ونتائجه المؤلمة شيء دائم معاذ الله. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فللآية معنيان: أنهم يرون العذاب مستحيلا فيتحدون النبي بأن يأتي به وبسرعة، وثانية أنهم في طلب دليل قطعي يرى كآية لا يتحققون بأنهم يطلبون العذاب السريع كالأمم السابقة التي رأت مثل ما يطلبونه، ولكن لم يؤمنوا ثم عجل لهم الله العذاب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.